احنا معانا الاستاذ خالد محي الدين، مدير اعمال الفنانه الراحله شيرين سيف النصر. استاذ خالد، اولا يعني البقاء لله، وعايزين نعرف اللحظات الاخيره في حياه الفنانه شيرين سيف النصر. كانت الاخبار يمكن الفتره الاخيره نادره جدا عن الفنانه الراحله. هي كانت على طول، يعني هي في الفترة الأخيرة كانت حابة إن هي تبقى هي مستقلة كده لوحدها، ما كانش فيه أي حاجة، والخبر كان صدمة لينا كلنا يعني. أكيد. آخر كانت مريضة مثلا، يعني كان في أي نوع من أنواع المرض؟ لا، هو ما فيش أي حاجة، هو طبيعتها ضغطها واطي عادي من زمان جدا. طب الوصية، طبعا احنا وصفناها ان هي وصية قاسية على محبين الفنانة شيرين سيف النصر، وهم يعني الوطن العربي والمصريين كلهم كانوا بيحبوا الفنانة شيرين سيف النصر. الوصية، ما انت شايف ان هي كانت قاسية شوية، ان هي يتم الدفن ومراسم العزاء على المقابر؟ لا، هو بس الدفن، لكن هو في عزاء. في عزاء الدفن بس هي كانت وصيتها كده، لان الاستاذ شريف كتب في بوست العزاء او اعلان الخبر ان العزاء مقتصر على المقابر. لا، في عزاء، في عزاء، في عزاء يوم الثلاثاء ان شاء الله في الشاذلية. طيب، بما ان حضرتك كنت قريب منها طبعا، هل كانت مستعده للعوده في يوم من الايام؟ كلمت معاك في امر زي ده؟ اتكلمنا كتير قوي، كانت ناويه ترجع، وكان عاجبها الحاجات الاخيره اللي كانت المسلسلات اللي هي القصيره، كان في حاجات كتير قوي كنا ناويين عليها. كانت متابعة يعني الساحة الدرامية؟ طبعا. طيب، آخر مرة كان في تواصل بينك وبينها إمتى يا أستاذ خالد؟ أنا كنت معايا لحد ما أمر الله نفذ، يعني النهاردة. كنت معاها في اللحظات الأخيرة يعني. كان ليها أي وصية تانية غير اللي احنا شفناها بالنسبة لمسألة الدفن؟ لا، هي كانت جميلة جدا، ما كانش ليها أي طلبات خالص. طب إيه اللي حصل تحديدا في آخر اللحظات؟ ما كانش فيه حاجة والله، كنا بنتكلم عادي خالص، يعني مرة واحدة ثابت حصل الهبوط، شاف جد، كان خلاص، كان خلاص، قضاء الله وقدره. احنا بنعزيك مرة تانية يا أستاذ خالد، وبنعزي كل الشعب المصري والوطن العربي في رحيل فنانة جميلة زي الفنانة شيرين سيف النصر. رحلت في هدوء تام، ويمكن احنا النهاردة معنا تصريح ان فيه ستقام ان شاء الله مراسم العزاء مجرد ما يتم الاعلان عنها من خلال الاستاذ خالد محي الدين مدير اعمالها. انا بشكرك جدا لوجودك معنا.